وصفتنا لليوم خبز الكمون مين ما بيعشق البساطة كمون وزيت وملح وخبز الجبن كتير طيبة عم بتعاني من وجع ايديكي وما بتحبي العجن هالعجينة تحريك بالمعلقة وبعدين تقليب بدون بذل أي جهد وما بدنا شوبك أبداً عجينة هشة طرية لينة خلينا نقول بسم الله ونبدأ بتحضير الجبن أي جبن متوفر عندك إذا مالح مننقعه بمي ومنكب عنه مي مرتين وثلاثة لحتى نحصل على ملوحة مناسبة وليونة للجبن رح نحط بيضة اللي ما بده بيضة يستثنيها رح أضيف معلقة نعناع يابس وربع حبة بصل مفرومة فرم ناعم ومعلقة كبيرة زعتر أخضر زعتر ريش وبصلة وحدة خضراء زمت متوفرة عندي بقدونس ربع باقة وعندي إكليل الجبل ميبسته حطيت ما يعادل معلقة ممكن تفركيه يصير مثل النعناع ضفت ربع كوب جبن موزيريلا ما عندك يا استسني خلطة الجبن جاهزة بالنهاية بحط لك معالق زيت زيتون طيب يقلب موازين الطعم عندي كعب جبنة زاد من الفطور ضفته رح ننتقل هلا لتحضير العجينة خميرة معلقة كبيرة سكر معلقة كبيرة لبن معلقتين كبار حليب كوب البديل ماء معلقة طحين كبيرة بتسرع التخمير تركيًا خمس دقايق لتختبري فعالية الخميرة مشان ما يروح شغلك على الفاضي. شايفين الفقاعات؟ هذا دليل صلاحية الخميرة. هلا منحط بقية المكونات. أنا بحاجة لصفار البيضة لدهن الفطائر والأرغفة. البياض ما بتخلص منه. بضيفه فوق خليط العجينة. ثلاثة ارباع فنجان زيت نباتي أو زيت زيتون. كوب ماء دافي. مو سخنة الطحين فوق هالكاسة بحط معلقة ملح صغيرة ومعلقة صغيرة ممسوحة بيكنج باودر وبضيف الطحين أول كوب وهي التاني وهي الثالث وبحرك بالمعلقة بدون بذل أي جهد نهائي كلنا بنعرف إنه كل نوع طحين استيعابه للسوائل يختلف بعبي الكوب الرابع وبحط شوي شوي وبحرك بالمعلقه لتلم العجينه حطيت الكوب الرابع كله وهلا ببساطه بجيب باقي الزيت بحطه على ايدي وبنظف هالمعلقه وبقلب هالعجينه تقليب بدون بذل اي جهد بهالشكل وبالنهاية مشان ما تكون قشرة على السطح منحط معلقة زيت وممكن رش معلقة طحين ومنغطيها ومنتركها ساعة ترتاح للدهن صفار بيضة حليب رشة نسكافيه بدوبها بمي وبعدين بضيفها خليط دهن الأرغفة والفطيرة جاهز رح أتفقد العجينة بعد ساعة انتفخت دهنت إيدي زيت حتى سطح البلاطة دهنته زيت بنزل هالعجين وهلا بقلبها تقليب من خلال هالتقليب عم بدخل الهواء فيها هذا سر النجاح نعمت ببساطه بدون بذل اي جهد بقطع بالكاسه وممكن تقطعيها بسكين ومنكورهم وبنحطهم على جنب حددت الحجم من خلال هالكاسه لحتى اوحد القياس بمقدار هالعجين رح اعمل فطيرة بخلطة الاجبان فطيرة كبيرة رح انزلها بفيديو لحاله لانه فيها تشكيل مميز وهلا رح اعرض لك ارغفة خبز الكمون وخلطة الاجبان اللي زادت عملتها ارغفة بالنهاية بعد ما كورتهم رح ادهنهم بزيت مشان ما يكونوا قشري وغطيتهم وريحتهم نص ساعة بعد نص ساعة تفقدتهم شفتن انتفخوا شايف الفقاعات هذا دليل التخمير الصحيح بلت ايدي بخليط البيض والحليب والنسكفة وبضغط على قرص العجين اللي ارتاح بتلاقي عم يطلعلك فقاعات معبايه هوا هذا دليل التخمير الصحيح بعمل خطوط بالطول وبالعرض كل ما حسيت ايدي نشفت بلت ايدي بالخليط وبطبطب عليها وبعمل هالخطوط رح يعطينا هالخليط لون بياخد العقل والنسكافيه بقضي على زنخة البيض وبيعطي طعم مميز ما بدي شوبك ولا شي بإيدك عم بعمل أنا عمق مشان الخلطة اللي بدي أحطها خليط الأجبان ما يطلع برات القرص انتبهي لها النقطة بهالضغط عم بيصير ارتفاع بحواف الرغيف بالنهاية رشيت سمسم وريحتهم نص ساعة لانتفخوا القرص وحميت الفرن مسبقا على حرارة 200 شعلت النار من تحت لشقرة الحواف طفيت من تحت شعلت من فوق وطالعتهم أخذوا تقريبا 20 دقيقة راق بفرنك وصاروا جاهزات حضرت خلطة الكمون زيت وملح وكمون خشن ودهنت هالأرغفة ويا سلام اتنعنشت الذاكرة وتذكرنا البساطة وما زالت أرغفة بتجنن وخلطة الأجبان يا سلام ما بتقل طيابة عن خبز الكمون والزيت طرايا جداً اعملي زوم لعدسه الكاميرا بدي اقسم رغيف ونشوفه من جوا وحتى تضغطي محل الانتفاخات بترجع بتطلع هالفطيره هي رح أنزلها فيديو لحاله لانه فيها تشكيل مميز مشان ما تتخربطوا والفيديو يطول معكم كتير وتقولوا خالي دلال عم بتطول يلا بسرعه قولوا بسم الله وما تنسوا اللايكات والمشاركة الظاهر انتوا عم تنسوا كلامكم الحلو بلسم للروح تحياتي بحبكم كتير جربون ما بتندبوا مجرد طحين وزيت وكمون وملح بدون جبن والبساطة ما في أحلى منها تحياتي بحبكن كتير شايفين شقطة بجننوا جنب كاسة شاي وفعلا كلنا سوا يا عين صبي دمع ونصيحة أخيرة لله من معلم فطاير خبرة أربعين سنة قال لي وقت بتطالعي أي الله. فطيرة أو أرغفة أو معروك فورا بتبللي الفرشاية أو بخ مادة دسمة ممكن سمنة طيبة وممكن زيت تعطي طراوي